هشرح، هنكمل الاسفيكسيا، هنكمل الانواع التانية. عندي 3 انواع تانيين من الاسفيكسيا. احنا اتكلمنا عن الفايولنت اسفيكسيا، النهارده هنتكلم على التروماتيك اسفيكسيا. التروماتيك اسفيكسيا معناها عملت external compression of chest prevent respiratory movement، يعني انا ضغطت على chest فمنعت حركه الريسبيراتوري. ده بيحصل فين؟ قال لك ده بيحصل accidental، always accidental، بس هو لو جات للصراحه بينه وبينك هو accidental وهو مصيدر. طيب accidental ازاي؟ accidental ان مثلا جات عربيه ودست على واحد فوق التشيست فمنعت حركه الريسبيراتوري. طيب ايه تاني؟ الكراودز. كراودز ده في الحج، في العمره، لما لو واحد وقع الباقيين بيدوسوا عليه. قال لك كمان موب بانكس يساوي باركينج. قال لك موب بانكس دي اللي هي الباركينج دي، هو الباركينج ده اسم عالم. العالم ده كان زمان، هو مش عالم يعني، هو ده واحد كان بيقتل الناس بس هو خلوه عالم لانه اكتشفت الطريقه بتاعته في التروماتيك اسفيكسيا. قال لك كان يجيب الجثث ويبيعها زمان، فراح في يوم الجثث قلت منه وكان عاوز يبيع جثث لطلبه كليه الطب. عمل ايه؟ راح جاب ناس موتها بالطريقه دي فسماها باركينج، فدي تعتبر هوموسايدال وليس اكسيدنتال. ماشي. قال لك البوست مورتم تشينج. البوست مورتم تشينج فين هيحصل؟ هيحصل فوق المنطقه اللي انت ضغطت عليها، يعني منطقه التشيست وطالع. ماشي. قال لك هيبقى فيه كونجيشن. كونجيشن ايه؟ كونجيشن انك انت ضغطت على الوعاء الدموي فحصل كونجيشن، فحصل لي اوديما وممكن يحصل لي رابشر ودخلني في بتكتال هيموريج مثلا، فحصل ايه؟ كونجيشن. هيحصل ايه تاني؟ بتكتال هيموريج. قلتها ليه؟ فسرتها دلوقتي. تالت حاجه سيانوزس. سيانوزس عارف السيانوزس اللي هنا دي اكتر حاجه، يعني اكتر اسفيكسيا تشوف فيها سيانوزس هي التروماتيك اسفيكسيا. ليه؟ لانك انت بتلاقي الجزء كله مزرق. عايزك تفتكر الالتراس، الالتراس اللي مات لما اهلهم راحوا يتعرفوا عليهم قالوا لك احنا ما عرفناش نعرف عيال، ما عرفناش عيالنا من كتر ما هم ايه جسمهم كلهم مزرق. تمام. ماشي. تالت حاجه انت وبتضغط، يعني الشخص ده اللي بيضغط عليه نتيجه الكراودد او نتيجه عربيه دست عليه، مش ممكن يحصل فراكشر للاسترنم، ممكن يحصل فراكشر للسباينال. سباينال اي ضلع من الضلوع. ايوه. هيحصل كمان انفيسيما. ليه انفيسيما؟ عشان في كونجيشن. الكونجيشن ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي اوديما، هيخلي لي المنطقه كلها منتفخه. يعني واحد ماشي، شفت عادل امام لما بيمشي في الافلام بصدره بالظبط زي كده، من كتر ما هي الحته بتاعت الصدر دي منتفخه، دي بنسميها انفيسيما. تمام. تمام. نمره 4 عندي بوزيشنال اسفيكسيا. بوزيشنال اسفيكسيا قال لك دي البوزيشن هو اللي بيعمل لي اسفيكسيا، بعدين بيدخل لي في ديس. يعني قال لك بوزيشن كوز ديس. ماشي. يعني يعني ايه برضو؟ يعني هقول لك مثلا دلوقتي الناس اللي هم الخمورية اللي في الافلام دول لما بيكون بيشربوا كاس، مش مره واحده الكاس بيوجع من ايديهم ورقبتهم بتتلوي كده. الحركه دي لو طول فيها ممكن يدخل، هيدخل في هايبوكسيا. ليه هيدخل في هايبوكسيا؟ لانه ضغط على الجاجولار والكاروتيد ومفيش بيجي دم رايح للبرين، فهيدخل في هايبوكسيا وهيحصل له ايه؟ هيحصل له ديس. ماشي. طيب قال لك شهر الناس اللي بتموت في ايه؟ في الحوادث بتاعت المصانع، لما مصنع يوجع او يتهد فبيضغط لي على الدايفراجم. فانت لما بتضغط على الدايفراجم حركه الرئه نفسها، الدايفراجم وقف فحركه، فانت كده برضو منحت حركه الرئه انها تتحرك، فكده برضو حصل لي اسيفيكسي. ماشي. كده خلصنا التروماتيك والبوزيشنال، هندخل على الدراونينج. الدراونينج ده قال لك تايب اوف اسيفيكسيا ديو تو اميرجن اوف نيسترلز اند ماوس ان فلويد. ماشي. قال لك هو ده الموت نتيجه الغرق. طيب الغرق بسبب ايه؟ ان انت سديت النيسترلز والماوس بالميه. طيب يعني ممكن شخص يموت اصلا بدراونينج اسيفيكسيا ويكون جسمه بره والنوسترلز والفتحات بقه ومناخيره بس هي اللي في الميه. ايوه. الدليل على كده الناس الخمرجيه، لما في ناس خمرجيه انا سمعت عنهم انهم ماتوا في 10 سم ميه. ايه في 10 سم ميه؟ ان وشهم كان للميه، وشهم كان للميه، يعني كان جافل النوسترلز والماوس فتحات بقه ومناخيره وجسمه من بره وجسمه ومات. ايوه مات. طيب الوقت اللي بياخده عشان يحصل له دراونينج اسفيكسيا من 2 لـ5 دقائق. قال لك ايه الاوساط اللي ممكن يحصل فيها دراونينج اسفيكسيا؟ فوتر، واحد غرق في ميه، اذا ميه مالحه، ميه البحر او ميه النيل اللي هي الفريش ووتر. قال لك الكحول، بينتس، البويات، كيميكلز. ماشي. هو ايه الاخطر، الووتر السولت ووتر ولا الفريش ووتر؟ فكروا فيها كده لحد لما نوصل لها. هقول لك ليه، هقول لك ان الاخطر بس لما نوصل لها. هنخش بعدين على الميكانيزم. الميكانيزم قال لك ازاي الشخص الغريق ده بيموت. قال لك الشخص الغريق ده، اقرا معايا الميكانيزم. قال لك هون بيرسون سبميرج ساكنج ان ووتر اند هولد بريس ريزز اب تو سيرفيس ستروجل انسباير انهيلز سولو ووتر. يعني الشخص ده لما بيغرق في ميه الفتحات بتاعته بتتسد، فهو بيحاول يستنشق هواء، فبيستنشق مكان الهواء ميه،
تمام، وهو اصلا فبيحاول يستنشق مكان الهواء ميه، فلما يحاول يستنشق مكان الهواء ميه فبيحصل له سبميرج تاني، بيغرق تاني. طب لما يغرق فبيقول لك العمليه دي تستمر لحد لما الرئه كلها تبقى فول اوف ووتر، فالرئه تاخده وتنزل لتحت. لما تاخده وتنزل لتحت يحصل له لوس اوف كونشسنس اند ديث، تمام، هيفقد الوعي وايه ويموت. ماشي، قال لك في ثلاث انواع من الاسفكسيا. ايه هم؟ نير، ثلاث انواع من الدراونينج. قال لك نير دراونينج وتيبيكال دراونينج واتيبيكال دراونينج. النير دراونينج شخص اني بيرسون هو سرفايف افتر دراونينج، يعني قال لك شخص ده تم، يعني شخص ده تم يعني بعد ما غرق طلعوه من الميه وعاش، ممكن يعيش لمده دقيقتين 3 دقائق، ساعه، ساعتين، 3 ايام، ده هنسميه نير دراونينج. ماشي، قال لك بعدين عندي تيبيكال دراونينج. تيبيكال دراونينج ان هو لانج فول اوف ووتر، يعني الشخص ده الرئه بتاعته مليانه بميه واخدت ونزلت ومات، وهتظهر عليه علامات الغرق. طيب الاتيبيكال دراونينج هو شخص مات بس مش بسبب الرئه، لا، ممكن يكون اصلا مات عند اللارينكس، يعني الميه لسه ما دخلتش الرئه، حتى لما يشرحوا الرئه هيلاقوها ناشفه، فده برضو مش هتظهر عليه علامات، لما يجي يشرحوه ده مش هتظهر عليه علامات الغرق على فكره. طيب قال لك ايه الكوزز؟ قال لك اكسيدنتال موست كومن. موست كومن اكسيدنتال، قال لك يعني الاطفال اللي هم متشردين بينزلوا عموا في البحر دول ممكن يحصل، ممكن يموتوا. سوسايدال، سوسايدال ده فيري كومن. تعرفوا ازاي سوسايدال؟ سوسايدال الناس اللي هم بيجي يغرقوا نفسهم، بيبقى رابط يده ورابط رجله فبيبقى ده سوسايدال. هوموسايدال اللي هو قتل الابن الغير شرعي، واحده عايزه تتخلص من ابنها فبتروح ترمي، ده بيبقى رير شويه يعني، تمام، لان في طرق يعني احسن من كده في حوار الاسفكس اتكلمنا عنها لو انتوا فاكرينها في الانواع الفايولنت اسفكسيا. طيب بعدين قال لك هنتكلم عن التيبيكال دراونينج. التيبيكال دراونينج انا قلت لك ان التيبيكال دراونينج ده ان اللنج بتبقى مليانه ميه، فبتبقى مليانه ميه يعني هو بدل ما بيستنشق هواء بيستنشق ميه، فبيخش لي في هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي ممكن تدخله في انوكسيك برين دامج، لان البرين مش هيبقى فيه اكسجين، تمام. قال لك بعدين الاتيبيكال دراونينج ده، قال لك ده شخص مات بس مش بسبب الرئه، ده مات بسبب تاني، الاسباب اللي انا هقول لك عليها. قال لك ريفلكس فيجال انهبيشن. ريفلكس فيجال انهبيشن ان انت عملت ستيميوليشن للفيجال فحصل ايه؟ حصل انهبيشن. طب ازاي؟ انك انت الشخص ده حطيته في ميه ساقعه، تمام، فمات بريفلكس فيجال انهبيشن. في هايبوثيرميا، قال لك شخص مات، في شخص كان موت، شخص مات يعني في ميه درجه حرارتها كانت اقل من 20. قال لك بعدين لارنجيال سبازم. لارنجيال سبازم يعني واحد استنشق مكان الهواء ميه فحصل له ريفلكس لارنجيال سبازم، يعني حصل لها كونتراكشن فقفلت الدنيا فحصل له ربيد اسفكسيا. طيب بين قوسين كاتب لك دراي دراونينج. ايه دراي دراونينج؟ يعني الشخص ده لما تيجي تشرحه هتلاقي الرئه دراي ما فيهاش ميه، لان هو مات اصلا بسبب السبازم بتاع اللارينكس. ماشي ماشي. فيتال هيت انجري. فيتال هيت انجري ان واحد جاي يعوم في حمام سباحه راح رمى نفسه وهو بيعوم خبط في الرصيف بتاع حمام السباحه اللي تحت فراح مات. طيب نمره 3 الديلي ديث او سكندري دراونينج او البوست اميرشن. الثلاث اسماء هقول لك معناها. ثلاث اسماء، اول حاجه الديلي ديث ده ان شخص موته اتاخر شويه، يعني شخص تم انقاذه ومات بعدها بدقيقه، يعني موته يعني موته اتاخر شويه. سكندري دراونينج ان الشخص ده ممكن اصلا، انا بفسر لك الاسماء لسه يعني ما شرحت لك. سكندري دراونينج ان الشخص ده ممكن الرئه بتاعته تتملي، يعني ممكن الرئه هو يخش اصلا في بلمونري ديما، يعني الرئه بتاعته مليانه ميه فبيموت من البلمونري ديما، يعني معناها انه بيغرق، يعني بيقول لك بيغرق في شبر ميه. ثلاثة بوست اميرشن ان هو بيموت بعد ما بيتم انقاذه. ماشي، قال لك هو اكيور افتر انديفيدجوال ابير تو هاف ريكفرد فروم نير دراونينج، يعني شخص بيموت بعد ما بيتم انقاذه، ده التعريف بتاعها. ماشي، الكوزز قال لك بالمونري اوديما، ما انا قلت لك ممكن يخش لي اصلا بسبب الكونديشن يخش لي بالمونري اوديما ويموت بسبب النمونيا، الاي ار اف اللي هو الاكيوت رينال فيليور، الدي اي سي، انوكسيك برين ان هو ما فيش اصلا اكسجين رايح للبرين فيحصل له برين دامج. ماشي، بعدين قال لك البوست مورتم تشينج للدراونينج اسفكسيا. في عندي حياه اكسترنال وحياه انترنال. الاكسترنال نوعين، حاجات ما اقدرش احلف عليها وحاجات احلف عليها اقول والله العظيم الشخص ده مات غرقان. ايه الحاجات اللي ما اقدرش احلف عليها؟ البروبال ساينس دي قال لك دي حاجات نون سبيسيفيك. هم ايه؟ قال لك اربع حاجات في السكن. قال لك جوز سكن دي اللي هو كونتراكشن في الاريبتور بيلي ماسل، اللي هو ماسل قاعده تحت جلد بيحصل لها كونتراكشن فبيبقى جلده شبه ايه؟ شبه جلد الوز. ماشي، ورينكل سكن هو جلده ابتدي يكرمش. ميسيريشن اوف سكن وبيظهر عنده تسلخات، لو ضغطت على الجلد هتلاقيه بينزل تحت، بنسميها بلانشت سوولن، من 24 ل 48 ساعه بسبب ان الفاتي اسيد اتكسر فبيشبه ووشر وومن هاند. شفت الست اللي هي بتغسل كتير بتلاقي ايديها كده فيها حاجات طالعه وحاجات نازله، ده بسبب تكسير الفاتي اسيد.
ماشي. رابع حاجة separation of skin in form of gloves and stocks، يعني بيحصل فصل للجلد في المناطق اللي في الستوكس، في اللي هي يدك وكفة يدك وكفة رجلك، ماشي. ده بسبب ايه؟ accumulation of vitrification gas، يعني بيتكون جازس ما بين الابيديرمس والديرمس، فبيحصل separation في الستوك والهاند. تمام. طب ايه الحاجات اللي انا بحلف عليها اللي هي الشور ساين؟ بقول والله العظيم الشخص ده مات غريق. حاجتين، الفوم والكادافيريك اسباسم. اسمعنا الفوم تاني فين في المنهج بتاعنا؟ في البيوتريفاكشن. طيب ايه يفرق الفوم بتاع البيوتريفاكشن عن الفوم بتاع الدراونينج؟ الفوم بتاع البيوتريفاكشن كان دارك، كان بلادي وكان ليه ريحه. طيب الفوم ده قال لك لا، ده بيبقى وايت وفاين، وايت يعني ابيض وفاين يعني خفيف، قال لك مي بي تنجد ويز بلاد، يعني ممكن يطلع معاه نقط دم، لكن التاني كان بلادي. ماشي. قال لك اصلا الفوم ده بيتكون من ايه؟ ده عباره عن الميه اللي انت استنشقتها والهواء الموجود في الرئه والميوكس والسيرفاكتن، ده اللي بايه ده اللي بيعادل ضغط ايه، بيعادل ضغط الرئه. تمام. قال لك الفوم ده بيجي من الماوس والنسترس، بيطلع من الماوس من فتحات بوجك وفتحات مناخيرك، ماشي. قال لك الفوم ده كل ما انت بتعوز تشيل يعني تطلع منه يعني تبعده كده عن يعني عاوز ترفعه كده تبعده، لا بيزيد اكتر، وكل ما بتحاول تدوس على الرئة اكتر بي مور فوم اكسكود، يعني مور فوم يعني بيطلع لك اكتر، فاهم؟ يعني كل ما تحوز انت اصلا تزيله وتطلعه بره، لا بيزيد اكتر، ولو دوست على التشيست برضه بيزيد اكتر، ماشي. قال لك ده فايتال فينومينال. فايتال فينومينال يعني هو علامة حيوية. طيب ليه؟ لان الشخص ده بيدل على ايه؟ بيدل على ان الشخص كان عايش، الشخص ده مات غريق. تمام ماشي. بعدين قال لك ديفرنشال دايجنوزز، قال لك كمان في فوم تاني في الفوم بتاع البيوتروفاكشن احنا اتكلمنا عنه، دراج اوفر دوز، واحد ضارب جرعة مخدر زيادة، يعني ضارب جرعة زيادة، ان هو الناس اللي بتضرب الناس اللي بتضرب الضريبة. تمام ماشي. الاكيوت بالمنر اوديما، تمام برضه فيها فوم، ماشي. بعدين ايه العلامه الثانيه برضو اللي هنحلف عليها في الاكسترنال؟ كادافيريك سبازم. طيب ليه الكادافيريك سبازم؟ لو انتوا فاكرين بتقول لك ان هي كانت لاست اكت، يعني كانت بتسجل اخر حاجه اللي انت بتعملها، فالشخص اللي هو بيعوز يطلع من الميه ده شخص بيقول لك بيحاول يتعلق في طرف الشايه، اللي هو بيحاول بيعمل بايديه ورجليه، فانت لما هتطلعه هتلاقي ايده مثلا ايد طالعه لفوق وايد نازله لتحت، دي الكادافيريك سباز. ماشي. طيب ايد الايد بتاعته هتلاقي فيها جراس، هتلاقي فيها عشب، وهتلاقي فيها ويتس برضه ده عشب، ماشي. ايه الحاجات بقى الانترن؟ انا اتكلمت على الاكسترنال، حاجات اللي هي بروبلز وحاجات اللي هي شور، حاجات ما اقدرش احلف عليها وحاجات احلف عليها. طيب الانترنال؟ لا الانترنال ده هحلف عليه، الانترنال هحلف عليه، والله الشخص ده مات غريق. ماشي. ايه هم اربع حاجات، يا اما ريسبيراتوري، يا اما جي اي تي، يا اما هارت، يا اما ميدل اير وماستويد اير. تمام ماشي. قال لك الريسبيراتوري تراكت، قال لك هلاقي في فوم، اتكلمنا عن الفوم، في فوم طالع اتنين بحرف الاف، عندي فوم وعندي فورم بادي، عندي مض، عندي طين، عندي ويتس اللي هي الاعشاب، عندي كونجيشن في اللنج، اي في كونجيشن وممكن يحصل تدخل في اوديما، في امفيزيما اكويسم. امفيزيما اكويسم ان الشخص ده منطقه التشيست بتاعته منتفخه بسبب السوائل اللي هي دخلت، بسبب الميه اللي هي دخلت، فعرفها لك. قال لك ايه؟ قال لك هي فوليومنس اند بالكي بالوند بت اون بريشر، يعني هي بتبقى كبيره في الحجم شبه البالونه، وامبريشن اوف ريبس بتبقى مطبعه على الريبس. ماشي. قال لك لو احنا قطعنا عملنا كات سيكشن هنلاقيها اوزنج. اوزنج اللي انا كل ما ادوس عليها تطلع لي رغاوي، اللي هي الامفيزيما اكويسم دي. قال لك كانت بي ديستنشبل فروم بالمونر اوديما، يعني الناس اللي بتحصل لهم بالمونر اوديما دول بيدخلوا في يعني ما اقدرش يعني ما بقدرش افرج عن البالمونر اوديما من الاخر، ما بقدرش افرج عن، لان الشخص اللي بيكون عنده بالمونري اوديم بيكون عنده نفس الشكل بتاع الامفيزيما اكويسا. ماشي. سطح البلوره بيبقى ماربلنج. ماربلنج دي سمعناها فين؟ سمعناها برضه في البيوتريفاكشن، بس هنا قال لك سطح البلوره ممكن يبقى جراي، ممكن يبقى جراي عشان المناطق دي ما فيهاش اكسجين. قال لك ممكن يبقى ريد ويز بينك يلو ارياز، يعني الحتت اللي هلاقي فيها اكسجين دي هتبقى الماربلنج بتاعها ريد، الحتت اللي مش هلاقي فيها اكسجين هلاقيها بلو تو دارك، اللي هلاقي فيها اكسجين خفيف هلاقيها جري. ماشي. بعدين جالك هلاقي تارد سبوت. يعني ايه تارد سبوت؟ تارد سبوت دي اللي هو سب بريكارديال وسب سب بريكارديال وسب بلورال هيموريج. طيب نتيجة الكونديشن سليفري سبوتس دي نفس الكلام، ان نتيجة الالفي رابشر في الالفيولاي هلاقي سليفري سبوتس. ماشي كده اتكلمنا عن ريسبيراتوري تراكت، بعدين هتكلم عن الجي اي تي. الجي اي تي طبيعي جدا هلاقي في الاستومك، هلاقي فيها
هلاقي فيها ميه ودين ووتر ومض في الاستومك والديودرم في المعده والديودرم اول جزء من الانتستين ماشي. بعدين الاسبلين، الاسبلين هلاقيه سمول وكونتراكتد. الاسبلين وكونتراكتد لان الشخص ده كان عنده بتكتل هيموروش، كان عنده هيموروش، هو بيحاول الاسبلين يعوض الدم اللي انا فقدته، والشخص داخل لي في ستريس، فالاسبلين بيبقى ايه سمول وكونتراكتد ماشي. بعدين هتكلم عن الميدل اير والماستويد اير سيل هيموريج. الميدل اير ده احنا عارفينها، الماستويد اير دي ايه؟ الماستويد اير دي هي اللي دي القناه اللي بتصل بوجك بالاذن بتاعتك تمام ماشي، بودنك يعني. قال لك الميدل اير والماستويد اير هيحصل لها هيموريج ماشي. قال لك الهيموريج ده معروف؟ قال لك مش معروف. قال لك ممكن يكون بسبب باروتروما، بسبب الباروتروما ان هم الغواصين اللي هم بيطلعوا بسرعه. قال لك ممكن سيفير كونجيشن، قال لك انه يحصل سيفير كونجيشن فتلاقي الوعاء الاويه بتفرجع ماشي. قال لك بعدين ديفرنشال دايجنوزس ما بين الميدل اير والماستويد اير، قال لك بتحصل برضو يعني في الهيد تروما تمام ماشي. بعدين قال لك كمان في الهارت، الهارت بيحصل له دايليتيشن في الرايت سايد. طب ليه دايليتيشن في الرايت سايد؟ لان في البالمونري فين. طيب سب ريكارديال هيموريج ويدخل في تارديو سبوتس ماشي. قال لك كلورايد ليفل، كلورايد ليفل دي انا عاوزك تفهمها. قال لك لما جينا قسنا، قال لك الكلورايد ليفل بيأثر على الليفت سايد سواء بالنقصان او بايه او اذا كان كتير. قال لك لو بالنقصان دلوقتي الشخص اللي بيموت في ميه، في ميه النيل ده الميه بتدخل على القلب. طيب لما بتدخل على القلب الميه دي، الميه دي فيها املاح؟ لا، ميتها املاح، ملحها قليل، فعشان كده ملحها قليل، فعشان كده الضغط اللي فيها اقل من ايه؟ اقل من الضغط بتاع الدم تمام. تمام يعني الضغط بتاعها اقل من ضغط الدم، فالدم طبعا يبتدي يسحب في الميه دي، يسحب يسحب يسحب، فبيحصل هيمو دايليتيشن ان الميه دي بتتخفف. طب هو الشخص ده، طب هو يعني الميه دي بتتخفف والدم يعني والدم بيبقى كتير جدا وده بيبقى ايه لود على الهارت. طب هي طب دي كل مشكلتي؟ لا، كل مش مش كل دي مش كل مشكلته، ولا دي اللي هتموته. اللي هيموته ان الميه دي لما ان ال ان هو ان هو اصلا هيخش لي في هايبر كاليميا تمام، هيخش لي في هايبر كاليميا. طيب اما الشخص اللي بيموت في ميه مالحه، لا دي الميه بتكون الضغط بتاعها، الميه دي ضغطها عالي في القلب، فالقلب بيبتدي يسحب الدم اللي هو ضغطه خفيف، فبيفضل يسحب يسحب يسحب، فبيفضل يسحب ميه الدم، فالدم بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن صوديوم. فبيبقى الشخص ده فبيبقى بيحصل له هيمو كونسنتريشن. هيمو كونسنتريشن، هيمو كونسنتريشن يعني الصوديوم بقى عالي، يعني الشخص ده خلي في هايبر نتريميا. طيب مين الاخضر؟ الشخص اللي هو مات بسبب هايبر نتريميا، ولا الشخص بسبب اللي مات بهايبر كاليميا؟ لا، اللي بسبب اللي مات بهايبر كاليميا. فبيقول لك ان الكلورايد بيأثر على الليفت سايد. ايوه، قال لك في الفريش ووتر دراونينج ديو تو هيمو دايليتيشن ديليوشن. ولما الكلورايد يكون عالي في الليفت سايد سولد ووتر دراونينج ديو تو هيمو كونسنتريشن. انا طبعا شرحت الكلام ده ماشي. بعدين قال لك ايه الانفستيجيشن اللي بتطلبها، يعني لو شخص ميت غريق ايه بتطلب له؟ قال لك بتطلب له كلورايد ليفلي بس قبل 24 ساعه، لان بعد 24 ساعه كل الدنيا بتبقى مفتحه على بعض ماشي. قال لك بعدين دايتومز، الدايتومز دي حشره شكلها ليه سماها، ليه هي اصلا اسمها دايتومز؟ دايتومز لان هي انت لما بتشوفها بتشوف شكلها ثنائي كده، حاجه كده ليها جسمين ماشي. قال لك هي بتفرز لي سكريت هارد اوتر بوكس لايك سكيلتون، يعني هي بتفرز لي على السل يعني بتفرز لي زي سطح بيحميها، السطح اللي بيحميها ده بيقاوم الاسيد، ده هيفيدني، هيفيدني في حاجات كتيره. طيب قال لك هي بتدخل اللنج، لما بتدخل اللنج طبعا لما بيحصل طبعا انسبيريشن واكسبيريشن ما بين القلب بتروح للهارت، وبعدين بتروح للليفر والبرين والبون مارو، يعني بتبقى قاعده في الجسم كله. طيب هي بتفيدني في ايه الميديكال امبورتنس؟ قال لك لما انت تشوفها في اعضاء كتيره، لما انت تشوفها في كذا اورجان وبلارج نمبر، هتقول ان الشخص ده دراونينج، بمعنى ان الشخص ده لما الشخص ده مات غريق، يعني الشخص ده كان عايش مات يعني كان عايش قبل ما يموت غريق تمام، يعني مش مات قبل ما يغرق، بمعنى ان الشخص ده واحد ان الشخص ده اكسيدنتال مثلا مات غريق تمام، يعني كان بيعوم وراح مات، فالشخص ده اخذ ميه، الميه دخلت على الرئه، راحت على القلب، دخلت على كذا اورجان تاني الليفر والبون مارو ماشي ماشي. مش شخص هو واحد قتله وبعدين رماه، لان لو واحد قتله وبعدين رماه لا، الحشره دي الدايتومز هتبقى قاعده فين؟ في البسج بس، في اللارينكس مثلا، مش اكتر من كده تمام. تمام قال لك دايجنوزس اوف دراونينج ان ديكومبوزيت بادز، يعني لو واحد مات مثلا مات مثلا غريق، بعد ما مات غريق طلعوه، واحد مات غريق بعدين طلعوه وحطوه جنب الميه، الشخص ده هيحصل له بيتريفاكشن.
طيب احنا عاوزين نعرف ان الشخص ده مات بسبب الشخص ده مات غريق ولا ما ماتش غريق، عشان في بيوتريفاكشن طبعا، هو عايزين نعرف ان هو مات ازاي، نعرف ازاي هلاقي الحشره دي قاعده، الحشره دي هنلاقيها قاعده حتى بعد ما الجسم يتعفن. تمام، دي النوت التايب اوف ووتر، عايزين نعرف ان الشخص ده ما بتقول بتدل بتدل لي على ان الشخص ده مات في ميه مالحه ولا ميه عذبه، لان انا عندي 25 نوع من الحشره، 25000 نوع من الحشره دي. تمام، فكل واحده فيهم بتقعد في نوع معين من الميه، فعايز اعرف الشخص ده مات بسولت ووتر ولا مات بفرش ووتر. طيب، لان كل عندنا كل واحده مميزه لنوع من الميه. ماشي، بعدين قال لك هنتكلم على البوست مورتم تشينج، عن الحاجات اللي اتكلمنا فيها قبل كده. قال لك عن الكولينج، الريت اوف كولينج في الدراونينج بيزيد، يعني بيزيد مرتين عن الهواء. يعني لو حد مات مثلا متطبيعية وحطيناه في الهواء، وحد مثلا مات غريق، لا، المات غريق ده الكولينج بتاعه بيزداد مرتين عن الهواء. ماشي، مرتين لو كانت اللي هو المايه كانت ثابته، لو كانت المايه ثابته، لكن لو المايه متحركه لا، بتبقى 3 مرات. ماشي، بعدين قال لك البيوتريفاكشن، البيوتريفاكشن لا، البيوتريفاكشن بيحصل له ديليد يعني اقل من الهواء بمرتين. يعني زي ما اتكلمنا عن الووتر بيزداد مرتين، اما بيزداد مرتين لو كان كولينج، اما هنا بيقل مرتين عن الهواء لو كان بيوتريفاكشن. تعرفها كده، مرتين بتزيد ومرتين بتقل. قال لك ان السايت اللي بيبدا فيها البيوتريفاكشن هي السايت اللي بتحصل في الهايبوستيزيس، ماشي، اللي هي الديبندنت بارتس. ماشي، قال لك بعدين البيوتريفاكشن ده بيزداد متى؟ قال لك لو انت طلعت الشخص ده من الميه، البيوتريفاكشن ده ممكن يزيد يرجع زي ما كان. ماشي، طب لو الشخص ده سبناه لمده اكتر من 3 اسابيع هيخش لي في ادوبوسير فورميشن، وهتحصل لها كومبليتد بعد 6 شهور. ماشي، بعدين بي ام انجلز، هتحصل له ابريجن، هيبقى في شويه خدوش في الفيس والترانك والاكستريمز في اطرافه. ماشي، اكستريمتس. ماشي، بعدين عندي الهايبوستيزس، الشخص ده ممكن هيخش في هايبوستيزس، هيخش في هايبوستيزس وهيبتدي في الهيد والنك والانتيريور تشيست، هيبقى الريجولر الهايبوستيزس الريجولر غير منتظم. ماشي، الهايبوستيزس ده بيبقى لايت ريد كلر، يعني لون احمر فاتح، بس هيبقى سيونتك اللي هو مزرق على الاخر لو كان ميت في كولد ووتر. تمام، كده خلصنا ايه البوست مورتم تشين. هنتكلم على وضعيه الجسم، الفلوتيشن اوف ديد بودز ديبندنت اون. قال لك وضعيه الجسم الميت غريق بيتعتمد على نيتشر اوف ووتر، طبيعه الميه، ميه مالحه ولا ميه عذبه، او هي متحركه او ثابته. ماشي، سبيسيفيك جرافيتي اوف بودي، الجاذبيه بتاعت الجسم للميه. ماشي، الريت اوف بيوتريفاكشن، التعفن ده قال لك بيقل لو كان في الووتر عن الهواء، وبيقل في الميه الميه بتاعت البحر عن الميه العذبه، وعن الميه المتحركه عن الميه الثابته. ماشي، تمام. قال لك بعدين اي دس حصل بسبب الاسفكسيا، حصل بسبب حاجتين ليس الا ايرواي اوبستراكشن، يعني بشكل عام هنا بيتكلم، قال لك ايرواي اوبستراكشن، ان انت قفلت ممرات التنفس، فانت لما قفلتها قللت الاكسجين وزودت ثاني اكسيد الكربون، او ضغطت على النك. النك دي فيها ايه؟ النك دي فيها كاروتيد ارتري وجاكولار ارتري، وده طبعا بيطلع دم للبرين، فالبرين ممكن يخش له في برين دامج وبرين انوكسيا، وبيعمل لي فيجال انهيبيشن، لما بتضغط على الكاروتيد ساينس بتعمل ستيميوليشن للفيجاس، فبيعمل لي انهيبيشن. تمام، قال لك بعدين هنتكلم عن الميديكو ليجال امبورتنس، الميديكو ليجال امبورتنس بتاعت الهايويد بون. الهايويد بون دي قال لك 3 دي determination of age and sex، يعني بتقول لي ان الشخص ده راجل ولا انثى، كبير ولا صغير في السن. diagnosis of heavy metal intoxication، يعني شكلها بيتغير لو الشخص ده ميت برصاصه، وحسب نوع الرصاصه بيتغير شكلها. من نوت الكوز اوف ديس، ما انا قلت لك قبل كده ان في الفايولنت اسفيكسيا ان هي بيبقى الفراكشر بتاعها اونورد لو الشخص ده ميت بثروتلينج او سترانجوليشن، وبتبقى اوت وورد فراكشر او الشخص ده ميت بهانجج نتيجه التراكشر فورس، نتيجه قوه الشد. ماشي، ديفرنشال دايجنوستس، ايه اللي بيشبه الهايويد بون؟ الجوين فراكشر. تمام، يعني تكسير المفاصل، بيبقى الريجولار وبليدنج في السايت اوف فراكشر. ماشي، دي يعني تعتبر كل الاسفكسيا. تمام، بسم الله.